من ملعب موليلو ستاديوم، احييكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض. الكل في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة الدوري الانجليزي. فريق وولفرهامبتون يواجه البلوز لتشيلسي. كل مباراة في الدوري لها قيمتها واهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد ان يخرج منتصرا من هذه المواجهة على امل بان نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. فريق يفضل ان ينتهج الاسلوب الدفاعي، لا يحب ان يغامر في الهجوم، دائما يلعب بحذر. تمركز الدفاع بالخلف وبناء خط صلب امام المرمى هو الاولويه بالنسبه له في الملعب. ترك الملعب للخصم ليلعب كما يريد، لكن الاهم بان لا يصل الى المرمى ولا يشكل خطوره. لا مانع لدى الفريق من ذلك طالما بان مرمى امن من الهجمات والا يتم تهديده. واضح على الشاشه تشكيله تشيلسي. حراسة المرمى يتواجد كيبا، أنطونيو روديغر سيلعب إلى جانب زوما في الدفاع، كانتي سيبدأ مع جورجينيو في قلب المنتصف، وفي الأمام لدينا أوليفييه جيرو. تبدأ الآن أحداث المباراة مع ركلة البداية. كوفازيتش، كانتي، سيزار أزبيليكويتا، أنطونيو روديغر، جورجينيو. أصحاب الأرض من الفرق اللي تملك سرعة كبيرة في نقل الهجمة. فريق يعتمد على سحب الخصم واستدراجه إلى نصف ملعبه، بعد ذلك الانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة ولتعطيهم الفرصة في التسجيل. كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. جورجينيو، كوفازيتش، أوليفر جيرو. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. خيمينيز، رائع في قراءة الفريق الخصم. كورزوما، جورجينيو، كوفازيتش، قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. روبن نيفيز، أداما، ديوغو خوتا. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. الكرة بتخرج الى الضربة الركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. ركنية باتجاه المنطقة، بعيدة جدا كانت، وكان واضح انه لم يتمكن من الكرة بشكل جيد. ضربة الراس تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عيون مفتوحة. مباراة اليوم ما راح تكون سهلة ابدا، تشيلسي سيواجه خصم قوي جدا وما راح يكون سهل تحقيق الفوز في هذا اللقاء. رومان سايز، ويلي بولي، مات دورتي،
روبرت نيفيز، راؤول خيمينيز، جواو موتينيو. تدخل لطيف يفتك الكرة بدون أخطاء. كوفازيتش، تشيلسي أصبح واحد من أكبر الأندية الأوروبية. الاستثمار اللي قام من خلاله إبراموفيتش الروسي في النادي نجح بشكل كبير لجذب كل اللاعبين والأضواء على النادي. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. كرة جميلة على الطرف، يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. سيزار أزبيليكويتا يتدخل ويبعدها إلى تماس. كانتي، أوهو، يتخلص من الرقابة. ويليان في منطقة الجزاء يستعيد الكرة. جواو موتينيو، راؤول خيمينيز، بناء جيد لهذه الهجمة، عمل جيد في قطع الكرة. أوليفر جيرو ممتاز في قراءة اللعب. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. جورجينيو، كانتي، الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. كرة بتضرب الخط الخلفي، هجمة تنتهي بدون أي نتيجة. جورجينيو، أوليفر جيرو، ويليان، تمركز في الخلف من الدفاع، بناء للمحاولة بشكل ممتاز. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. يوغو خوتا، دفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية. شوف الجمهور الآن، شوف محاولة دفع للفريق لاستغلال الفرصة والتقدم في المباراة. فرصة كانت بعد فترة برود في الأداء. كرة تبعد من مناطق الخطر. مات دورتي. شوط أول ينتهي والنتيجة. تشيلسي يبدأ الشوط الثاني. تشيلسي يفقد الكرة الآن. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. تشتيت من أزبيليكويتا. رومان سايس، كرة في الجناح، يتقدم باتجاه المرمى. كانتي، يا سلام على التمريرات. قدم مستوى متوسط في أول 45 دقيقة، ما زال بإمكانه تقديم المزيد في هذه المباراة. ظهر بمستوى أقل من المتوقع والطموحات، ليس هذا ما نعرف عنه، أداء أقل ما يقال عنه بأنه سيء. عليه أن يقدم شيء مختلف الآن في الشوط الثاني. الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. تمريرة ملعوبة. انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. رغم صعوبة اللقطة لحظة لعب الكرة، لكن المساعد كان في قمة تركيزه. نعم، نرى أنه كان تسللا صحيحا. كونور كولدي،
روبن نيفيز، جواو موتينيو. قد تكون هذه الفرصة، جواو موتينيو. الله على اعتراض التسديدة، يلعبها للخلف. يا رب، تصدي خرافي من حارس المرمى. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع. لمسة واحدة بعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ اوهو، ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. سيزار أزبيليكويتا، كانتي. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. يلعب الكرة بدقة كبيرة، بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. رومان سايس، تمريرة ممتازة إلى الطرف. روبن نيفيز، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. كوفازيتش، كانتي. الكرة الآن، فرصة الآن، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. سيزار أزبيليكويتا، فرصة الآن، كرة إلى جورجينيو. كوفازيتش، دفاع يتمركز في الخلف ويترك الفرصة للضغط. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. الجماهير الحاضرة تشعر بالإحباط بنتيجة التعادل الحالية، لذلك الأصوات ترتفع، البحث عن دعم اللاعبين للهجوم أكثر لخطف هدف الفوز. كيف راح يتصرف فيها؟ الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. جورجينيو، ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. تغيير راح يكون قادم لتشيلسي مع اول توقف للكره. دانيال بوتانس، راؤول خيمينيز. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكره بشكل مثالي. كوفازيتش، ماركوس الونسو. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. تبديل يحدث لمصلحة فريق تشيلسي، دماء جديدة في أرضية الملعب، واضح أنه راح يكون في نشاط أكثر، حيوية أكثر، تغيير ربما في طريقة اللعب وفي شكل الفريق. جوني، جواو موتينيو، دانييل بوتينسي. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. حكم يحتسب خطأ على اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالإنذار الشفوي. إذا لعبها عالية بالشكل المطلوب قد يأتي من خلالها هدف التقدم في هذا الوقت القاتل. تسديدة في الهواء، الله على التصدي. ماركوس ألونسو، تشيلسي يستعد للقيام بتغيير مع أول توقف للكرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. محاولة هجومية هنا. دانييل بوتينسي ينطلق بالكرة في العمق، كرة بتبعد من مناطق الخطر.
رمية تماس بعد كرة راسية. تبديل يحدث لمصلحة فريق تشيلسي، التبديل بخروج ويليان واللي سيدخل مكان الإسباني بيدرو المميز بتسديداته بإضافة الهجومية المميزة سواء في التسجيل أو قدرته على صناعة الأهداف. كانتي يتدخل، كانتي ينجح في كل مرة في كل هجمة يقطع الكرات. كانتي هودسون أودوي، راحت الكرة من كانتي. إذن مشاهدينا نصل إلى الوقت الأخير بالتعادل بين الفريقين في المباراة.